كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كابتن طارق مبروك النهارده، فوز كبير وعريض ومستحق للنادي الاهلي على فريق منانا. وجهه نظرك شفت المباراه النهارده ازاي؟ والله الحمد لله طبعا المكسب، انما في النهايه لسه في ماتش هناك يا امير، وماتش هيبقى صعب. فرقه كويسه جدا شفناها يعني سجلت علينا خطوره في معظم المباراه. في الشوط الاول كان في خطوره في اوقات كتير، وفي الشوط الثاني برده كان في خطوره علينا. ربنا اكرمنا طبعا باربع اهداف، ولكن المباراه لسه في الملعب، ما نقدرش نقول ان احنا تاهلنا غير لما ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباراه الثانيه. انما الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده. بنقفل الصفحه دي مؤقتا لحد ما نلعب مباراه انبي ان شاء الله، ممكن دي تبقى حسم الدوري ان شاء الله يعني، او ممكن نبقى محتاجين بونت كمان. فهنقفل بقى الصفحه النهارده ونفكر ان شاء الله في مباراه الانبي اللي جايه، وبعدين ان شاء الله السفر باذن الله. من وجهه نظركم كجهاز فني، شايف الانتصار النهارده اربع اهداف ده انتصار مريح ان شاء الله قبل مباراه العوده، ولا انتوا شايفين الانتصار ازاي؟ ما ينفعش نقول مريح ابدا، لو خمسه ولو سته مفيش حاجه في الكوره اسمها مريح. مريح بان انت تتعب وان انت تجتهد وان انت تشتغل بشكل كويس عشان المباراه تسهل. كنا محتاجين نجيب اجوان اكتر من كده، كان ممكن نجيب اجوان اكتر من كده، انما الفرقه خطر يعني. انت بتتفرج على خطر طبعا طبعا، عندهم الاربعه اللي قدام بشكل خطوره بشكل مش طبيعي، عندهم لعيبه سرعة. شفنا النهارده كان ممكن في بعض الكور كان ممكن يبقى فيه اهداف، فكان ممكن صعب علينا المباراه. ضيعنا فرص النهارده برضو، ولكن في النهايه بقول الحمد لله مكسب 4-0. بس نروح ان احنا نبقى كسبانين اربعه ونعتمد ان احنا، لا ما ينفعش الكلام ده خالص في الكوره. مباراة صعبة هناك، واسمع كلامي، أنا عارف أنا بقول إيه. مباراة صعبة، الفرقة اللي احنا شفناها النهاردة دي بالأداء بتاعها ده، في أوقات كتير كان خطر علينا في الملعب، بالذات في الشوط الأول، في نهاية الشوط الأول. لا، فرقة بتلعب كورة وعندها لعيبة سرعة، فالمباراة مش تبقى سهلة خالص. فربنا يكرمنا إن شاء الله نعدي مباراة إنبي ونركز بقى في المباراة اللي جاية عشان نتأهل إن شاء الله بإذن الله. محمد الشناوي الاختبارات اللي جت عليه النهارده مش كتير، لكن واضح عليه الثبات طبعا في مرمى النادي الاهلي. بص، هو الشناوي بيقدم مستوى رائع طوال الموسم يعني، الحمد لله الشناوي طوال الموسم بيقدم مستوى كويس قوي قوي قوي. النهارده برده في مجمل المباراه مركز طوال 90 دقيقه، ما بيفصلش خالص تركيزه، ما بيفصلش. فببارك له النهارده على الاداء، وان شاء الله يكمل يعني. دايما احنا الشناوي ما شاء الله يعني السنه دي زي ما بقول لك هو لاعب يعني معظم ماتشات الدوري، وبيقدم بشكل كويس جدا جدا يعني. فاتمنى له التوفيق في المرحله اللي جايه برده، مع طبعا اكيد زمايله يعني. انما في النهايه الولد ماشي كويس وبياخد حقه يعني. احنا ده السياسه بنتبعها مع الحراس كلهم. قبل كده كان شريف بيلعب وكان بياخد حقه، الراجل بيلعب وماشي كويس، فحقه انه يبقى متواجد ويبقى موجود رجليه في الملعب. فده ما يزعلش حد يا امير، يا فاهمني. في النهايه احنا بنعدل، كابتن حسام البدري بيعدل وبيدي كل واحد حقه، واحنا مع كابتن حسام. في النهايه احنا عايزين في النهايه منافسه شريفه، واللي بيلعب بيمسك في الفرصه بنديله، يعني ما بنجيش نقول لا خلاص الراجل بيلعب وماشي كويس. فاتمنى انه يكمل ان شاء الله مع شريف ومع لطفي. بدايه اي بطوله دايما النادي الاهلي بيبقى عايز يفوز بيها، لازم بتبقى قويه، وده واضح خلال بدايه المباراه النهارده وفوز بنتيجه 4-0. لكن انتوا كجهاز فني كلامكم ايه مع اللاعبين لعوده هذه البطوله لدولاب بطولات النادي الاهلي بعد فتره غياب؟ حسام اتكلم مع اللعيبه في بدايه في المحاضره في الفندق، ان احنا البطوله دي السنه اللي فاتت راحت مننا في المباراه الاخيره، رغم ان احنا كنا كويسين وعملنا اداء كويس، انما في النهايه ما خدش البطوله. فالنادي الاهلي دايما بيلعب على البطوله يعني، حتى احنا وصلنا النهائي بس في النهايه ما خدش البطوله. فكان كلامي كابتن حسام عشان ياخد البطوله من النهارده، مش هنستنى. لا، ما النهارده مباراه تاهل يا امير يعني، مباراه رايح جاي، مش مباراه في دوري المجموعات. لو تعادلت مباراه او لو كان في نتيجه سلبيه ممكن تعوض، لا مفيش الكلام ده. فالمباراه اللي فيها تاهل من خلال ماتشين رايح جاي دي، فمهم جدا جدا تركيزك يبقى عالي جدا، مهم جدا جدا المباراه اللي على ملعبك تبقى عامل نتيجه ايجابيه وما يخش فيك جوان، والحمد لله ده حصل. بس اللي اكد الكلام ده بقى هناك المباراه اللي هناك بقى، وان ازاي نبقى ادائنا كويس، ازاي نبقى مركزين في المباراه، مش عايزين يعني يبقى في كسل او في كابتن حسام هيقول الكلام ده للعيبه، ان احنا نروح نعتمد ان احنا كسبانين اربعه فاربعه دي صعب. لا، الكوره ما فيش فيها الكلام ده، نركز عشان ربنا يكرمنا ونعدي ان شاء الله. علي حارس كويس ولا علي نجلي طبعا كابتن طارق سليمان حارس كويس ولا لا؟ علي ان شاء الله يبقى من الحراس الكويسين ان شاء الله، هو مواليد 2005 في النادي الاهلي، وان شاء الله علي ان شاء الله انا متوقع له مستقبل كويس ان شاء الله. هو ولا اخوه؟ والله ما تحرجنيش بقى، بس هم كلهم كويسين يعني الحمد لله، احمد وعلي وفي عمر وفي سلمى كمان بتلعب طايره، فعلي ان شاء الله يبقى من الاجوان الكويسه ان شاء الله يعني. طموحك تبقى زي مين يا علي؟ واو كويس، اتمنى له التوفيق ان شاء الله مع زمايله اللي في النادي، محمود وعمار ومين كمان، مين يا علي اللي ومحمد؟ محمد. انت اربع حراس مرمى موجودين في 2005 كويسين، واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق كلهم. طبعا لسه سنهم صغير بيتعلموا وبيتاسسوا، فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله مع مدربين حراس المرمى الموجودين في القطاع مع كابتن اكرامي ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا يا امير.